حسن من نمو الصوماليات معنا وقوما فريدو يو واحد تاقنتين كو ورتي تاقو قاد لابو بيدي حسن مركو وميسانك سياسة بلاني يسومالي لان سارو إذنك نحلات كبه حسن وحدين عن إسلي يارما بلان كو إيادا يساوت رادار لك إيجي باتك لا تاريسا وبيري قاستي هادا ما قرانا يو بلان ولي شكدا وقبقاي سومالي لان اي تاريسا لك إيجي باتك لا تاريسا لابدو يدبنو وحواركا إن أنا يدفكوا الشدين أو كقائلين أو كبقية لا والله أنا كبقية يعني حسن أرتا هو أضيق النوع عاس ووركي سوان هاي نعمل لكن ميت بان رواينا نشيه ولا لها رير بلان أنك فوكس كيوب معها مقدشو فوكس كيوب كوباد إيا كلاباد إيا كسدحاد إيا واحا مقدشة مقدشة مالين تانيسو سوى مدح بانانا بان وضع حساب توينا annaka fokuska iyagu waa in halkan oo laftan nige la yiraahdo awl de Soomaaliland baa loo yaqaanay aan oo duulan iyo dagaal lagu soo wada arintana waa arin siyaasadeed marka ma jecli in dadka reer SSC khaatuma ay ku mashquulaan aan nin qadiyay oo keeg doonaya inay ku mashquulaan mid doonayaan waday gel jiro madaxweyne iyo raisul wasaare iyo waxa marka raba mid doonayo inay ku mashquulaan دفاع دين أتكستان كانت أتكستان نمان كان قوني وقوصد كاي يوم حارضة يسوضت إيا بلادت بامهيم حمر مركا عنو داتك رير إسي سي يتايم كبادانس كغلو ميا ماي حمانتا كسعطانا وحبا إما ييليسو واناقا كسعطانا إمسو قاريو وحبادان مركا تايم بادانس كغلو ميانو حمر ما أنت سوام علي حمر يسويتي ما أدري إيه وحقيت سنة يسوي هديم اللي قاعدو ما أنت هلا قاعدو نبى وحوي بلن وحال السنة 1998 ورن سو دولة سوماليا دم بشر إذن ما قص سوماليا وحال السنة 1991 ورن إذن ما قص كلمة دا قص قال يا نو وكسور كذا أضيف دتك كاني نلقو دا هايستان قص قال وما بعنا وبالله توفيق أن رحمه وما سنتهي أنا أول بواقع لكن أنا شكدان فيجا أو نيو تذكرلوش أو سومال لماذا أو حوايس كتيرين أو متقارنة تذكرلو عياريو هتيل سوقي ماني سومال مهل سوقي ما دوا في عنتهي لكن تاسو يعني هو أوجه ماشين ولا بدأ نقول له حني حتى أنا تاسي وحنا نهاي نجمد جيس الوقت أنا حقيقة كنا ولا هاي هذيك ما نور أكاد مرتواب النقعد وين تعب هذيك هذا النجا ميكروفون نركا and ماشى محام حومج مالين ما آمني one day one day ما آمني وقولنا ما قيل سمينا يو أو سادو كرانو ملهي حسن ساسو سمينا يو أنو مرة ذينا يو شقدي 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 سيئة هيد لكن هل مالين حتى إنه سكول هذا الأمرين أنا ونيك هوا حن بكون شو مياه ما نقرص ذو عام سي هاي اسمه نبدله مركا you gotta respect that مفتاح at least and ردت كان ماله عن كذا ضل يي وحن سكقين وحس وح معنا له ما هن أنا وحون كم سوق هذا and أنتي بحك سوق هذا نفتي والله يا با مر too much أي نقدان أو ما ركتي أو ده ده تكو أفرحك بتان and وأركا لكن on the ground in is waxa ka jira baan ogahay en dad intay wareereen en iyagu markii wareerkooda hadba mutqaana dad kula dhex maareysanaya baan warkaa atan kale dad kale qof iyo qof iyo labana qof iyo laba ma ahan en ma ahan waa ka badan tahay laakiin I'm glad so far waa innocent innana aysan wax dhex dhigin إننا مسكحوا ساس بدر. Actually ده كوا بيسو صدويين بعملاني. Opposite كده أقصى بحوا حد تحس كشقيني يعني تاس. مركا بده كعب بلايس رجسي كتير الله من حرسه. دكتور عن صدو.
أدوى جرجر هذا هذه سلامة يا هذا أنتي وهذه سلامة يا والله إني هو the topic إنه أوجد ذا وعسلا يا هاي قليها مقدشو وحبك بخل دنا أرموا هذا وسحين دول نمد ذنا أي واحد سئي دول نمد فانسين وي وطن aan waxaan isleeyahay niman dhalinyaro ah oo ciyaalka xaafada u badan baa hoggaanka haya marka waxooda waa iska joog sidaan qiyaasayo bal saaxiib aan tan ku dayna waayo marka Frank bay raadan ciyaalka Frank laakiin ha ma dadka ku eedeeyay ma ahi maxaa loola wadaway iyo maya intii ay oran lahaayeen يعني والدي دي إن درب على أصله تابته وولي بدور سير وأم سنة هنو هذا سنة هذا هذا واركي ورقد إيشو صارين وليهن ماذا شيء السكوي ما ذو روح أسلي هاي رونك معها لكن وكيول بار وحسليهن سانقبو ونوجه إن هذا يجون وقياس يعني بدلاً إني سنيمانين هالكوي ويرد ريمينا يجون وأوجين لكن وحربان إيرلي inay ogaadaan in maamul goboleedada kale ay isku haleeyeen go'aankooda halkaas ay rabaan inay wax ka ogaadaan sidaan qiyaasayo waayo 6-12 report baa laga rabaa reportka si ay u helaan waa inay horta markii hore isku hubiyaan bal in loo iimaanin inaan loo iimaanin marka arimahoodu waa arimo noocaas u shaqeeya sidaan qiyaasayo intaani waa kala socdo meelaha dadka ay ka hadlayaan ama dad kaan SSC khaatum iyo buldan iyo Soomaalnimada iyo arimaha ay ka hadleen ama raadinayaan isku si looma arko Soomaalnimada dowladnimada isku si looma arko marka waxay la tahay kulli iyagu ha ogaadeen bal ujeedadooda qoliyaha isleeyihiin bal iska hubiyaa iska hubiyeen una maleen ma yaanu hada buldan kaliya ma hada waxa isleeyahay si uu dhacay ma taqaan arkii dastuurka mainly waxaan isleeyahay Jubaland iyo South West waxa isleeyahay Derwan Budland yeesan jaal la ahaan laakiin u malaynayaa inay tagayaan meesha san qiyaas iyo naftooda marka opposition kuma isku badiyaan sida ila tahay aniga kreditaanka khaatumo iyo liiska laga saaray anuu waxa isleeyahay khaatumo iyo budlaan isku sibay u arkaan saa ila tahay macnaha lensiska ay ku fiirinayaan waa hal saan qaba anigu inaga laba u kala haysana laakiin ayuu hal khaanad oo ayan u baahneen inay expansion sameeyso ama laba maamul goboleed kala noqdaan bay ku eegayaan sidaan qiyaasayo marka nimankan game bi ciyaarayaan bal wax uga soo baxaa aragna anigu sayla tahay laakiin fahamkaygu waxaan isleeyahay meesha dowladnimo hadda ka soo socotaa iyo xaq soor laga sugayo ma jirto SSC khaatumo waa maamul gobolkiisii ama goboladiisii jooga oo dhulkiisii gacanta ku haya way adduunku wuxuu qadariyaa reality on the ground oo riyaad dhulka jooga marka haddii nidaamkii meesha ka jiray uu dhulkiisa gacanta ku hayo waxaa isleeyahay aqoonsigani oo mararka qaar waxaa isleedaaba aqoonsigani oo Soomaalida kale aad waxaa isleeyahay qoliyahan de Soomaaliland iyo Gonogoska naftooda oo ku aqoonsiga aad ugu wareerayo aqoonsi ilaa heer sooraan u yiraahdo sheekadu ruwaydu ka soo saaray ahayd warniyo inaan qof fahmi aqoonsan tahay heerka ila la gaarsiiyay aqoonsi way ku waashay marka haddii SSC khaatumo naftigeeda maadaama gobolada Abuqooyi lagu tiriyo halka Abuqooyiga Soomaaliya lagu tiriyo aqoonsiga halkaan iyo halkaas aad looga jecel yahay umaleynaya koonfurta aqoonsiga Axmedow oo ogeeyay dhibaatooyinka uu maray aqoonsi badan ma raadin jirin oo liisiska watay South West waa ogeeyay marka koonfurta waxa mooda qofka hadii uu helo meel yar uu xarxarto
هوشيش سكوتا لكن قولها وقوي سوماليا أقونسي قاد بالور هذا مركو حسنا هاي خاتم السي نفسي أقونسي قاسي أربعة هس دنا هذا كشقة يستوى هولو هذا وضعته حدود هذا حرته عن شورته هذا قالته نظام كهرجلي سو مامل كده دجي سو أربعة هس أويا لا عدي دن كله وأوي ما عندهن تاع أدون كده دي كله إيجي ماشي هيا جوجا لما إيجي أقونسي ما هي ستة مركو أنا وحسنا هاي أصلون أص قرانكي لو عيار لها كبدة أدو أجوكت كبدة يتيم كعيار لها وسكي إيمانيا يعني مركا هاوشا سالكا ساكو في عندها قياسة يا قولوا نبدل أن تهوش وضها وتهين ويو نفتي وضا أنا ما هنمدو يكسو جرين هادنا وحمولين كلير بيكشر إنا هستان وسيدة وحو السعودان يوحا لقد معسيا يا مركا لو ما مولو حان سلايا هاوشو دان هوضا إنا متانيا يعني أنا ما هو سيحو جيان ومبا واجب كوة. Somalia and Middle Halade, the Sansley and Ukuli, and Hilade la Somri, a Hore, Kuo Udu a la Maridona, Skushanem Balamadir Donta, and Sidan had the Nomo got Sikiduna, we saw Bidonta Marca, into Talegari, Markin at Kesto, Madame Kalatke, or the Jirkeo, Skudumil Elalio, into Umbanga and Ukuli, and while this Ramia. ها وما هتصنت هاي دكتور أنا أحمد كسر ها وسلامتي أنا ديان إن حتى وهاوي ما أنت ما أنت ما حي نوش ده مرحويني يوري دولة دي سي أنا مال بابا نسكتي يا وجا وهاو مالين يا إن وعريما كان عند يركو سيدو شيء يوي ريبوركي maareeyay IMF iyo World Bank bay ku ceeboobeen hadda laba UN to laba scenario bay u dhiibtay marka labada scenario isagay u xunjiin marka wuxuu raadinayaa waxa lagu la taagliyay kharashka turnima kaleeto wuxuu Nairobi ugu qabanayaa shirkana waxa weeye maadaama Mareykanka uu ka soo saaray digniina culus xamar oo haddana xataa isbaarooyinkii ay soo noqdeen sida dadku sheegayeen aan la mari karinba waxyaalihii dowladdu xataa qaar dad baa waxay sheegayaan laamigii baa dadii fuqsanayaaba bal iska dhaafay geedi iyo wixii dalaalay marka meeshaani waxay ku noqotay sideedii bay ku noqotay bal iyagu meeshay dooraan riboorkooda la aadaan anugu waxaan leeyahay waan ahaan waxa horta inaan iska dhaafno Puntland ma aadaysaa iyo ma aadayso go'aan bay gaartay Puntland meel lagu heshiiyey oo Soomaali gogol intay isugu timid gogoshii la dhigay wax lagu gaaray ma hayno marka inaynu waxa fiican aynu dowladdii hore iyo waraaqaheedan faalsada ay soo saartay iyo waxa ay uga dan leedahay deeyaday u taala laakiin tan Soomaaliyeedna ma ahan mid kale to mid kale jirto oo dadka ayna nogeyn Nairobi shirka wuxuu ugu qabtay wuxuu madaxweynaha Kenya ayaa wuxuu ilaamiyay wadahadal bari miyaamisa saadan laba bari miyaama qaada inay ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo Hassan Sheikh inuu wadahadal siiyo oo imaanaya xataa Ismaaciil Munaafaq madaxweynihiisa inuu imaanayo marka arrimahaasaa jira meesha waxa loogu joogo iyo lacago dhikaan hadda waxaa la sheegay Mareykanku wuxuu cadeeyay in dhoofitaanka kan aynan ahayn dano laakiin lacago lagu weydgareeyo iyadana way la socdaan oo hadda waraaqay ka soo saareen UN-ku in lacagaha uu ku qaado diyaaradda oo uu geeyo meelaha uu tago oo lacagihii Soomaaliya laga saarayay geeyo marka waxyaalo badan baa jira inaga teenna unbaa inoo cad waxa weeye SSC khaatumada iyadaaba arkaysa inaynan u baahnayn Xasan Sheekh iyo dowladnimadiisa iyo aqoonsigiisa oo dad dhul iyo daaxad iyo ciidanba haysta ay yihiin ninkii halkaan sababta looga reebaynaa tahay inuu wiigan hadda
ورابو إنو قريش كتور لمو كالاتو هوبكي يقود دنبيين وصوصي إسماعيل هر عيال يري يرو نور ويك اللا تاو براينا لو دي بيو هي حوغا يرو نبطاري ماركا وحيالو أرمو باب وعادقين وحبا إسكوكا قصن لكن أنا وحبا إسكوكا قصن أنو شركي صومالي أي go'aan ku gaari lahayd ay ku wada tashato wali gogoshi meeshii uu yaalaa laakiin wax Puntland iyo dawladdii hore ka dhaxeeya oo ay shirkaas u tagtaan ma jiro in SSC khatumana deeyada inay aragto intii ka joog lagu dheelaa lagu nici lahaa hadda meelo waxaan arkay space waxaan tagay leeyahay meel ay ku kala dhaxeen ma jirto oo iyaga lugaha haysta macnaha waxyaalo raqiis ah ay ku akhriyaan لكن يجي قفكي تجو أبي سن أم أمنه مر نجرات كي بي سارة يعني وحيلي نجرات كا حسن دي أفلقات دي يو سداسو حسن وغربي وحيال مارك تي سكا مالا يعني مارك إن شاء الله خير بين نقول إيسا إنها إلهي تيسا هاي الله فجيو تينا إن هولو بضن بينو يانا وحيال بضن باسو صعدو nimankiina waa la soo hubku yir la soo siiyay iyo instruction iyo waxba jira Ethiopian oo saad ugtiin 4 miyaal bisha shan guuto baaligi bay waxay hadda ku gashay Hir Shabeel marka balwaarki doonaa waxay meesha wararka wali ma degana ilaa ay caaw iyo barwi kale degaysa marka idinka hadda uma hadsantihiin ku socda laakiin shirkaas anaga ma yeelo wixii arki isagu u tegayaan iyaga u taala dawladdii hore iyo annagana dee waa dawladdii hore. Aha, Adeer Axmed, waa mahadsan tahay. Mawduuca waxa weeye Puntland maba qusaysaba, annaga waxba nagamaba gelinba. Meeshaas inaysan dawladdu ka jirin qof walba waa og yahay. Hadda shirkaas wax keliya waxa la isugu yeeray. Macna kasta ha loo sameeyay. Waxa weeye in madaxda dawlad goboleedyada hadda shirki ay maxay dastuurka meeshii soo dhaweyn qaarkoodna waqtigooda waa dhamaaday 2026-naad waa soo in dhacadaha wadada la qaadi doonana qof walba Soomaaliyeed waa og yahay marka madaxweynuhu bal inuu ku kala awaado qaarkood waqtigooda bacdama hadda gabagaba yahay inuu ku kala awaado aragtidooda hadday diidan sidaan ognahay kuwo kuraasooda kuwaaba loo sii qorsheeyay oo dagaal looga qaado marka aragtida kaliya in lagu ogaado kaliya hadda shirkaas dhan la isugu yeero waa labada mowduuc oo madaxweynuhu shaaciyay argagixisada la dagaalanka argagixisada iyo arinta kale oo ah dhamaystirka wuxuu ku sheegay dastuurka cusub marka arintaas weey arinta mowduuca khaatuma way looga reebay macnaheedu ma ahan meeshaasi awalbaysa shir ahayn faa'idana aan lagu qabin waxna awalbiisa ka soo baxeen wixii hore uga soo baxayna awalbiisa faa'iido lahayn laakiin khaatuma inaysan maamul xasan aysan ka sugin oo meeqaamka ay leedahay ee aragto taasan ugu soo qoraa ma ahan meeshaas shir muhiim leh inuu maxay ka jiro anuu waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo intaan Adeer Nasir aan siin waa saxo Adeer Axmed baa yiri dowladda in laga hadlo muhiimba ma ahan oo waqti la isaga lumiyo baadama nidaamkii sharciga ahaa ee dalka ay ka baxday waa muhiim dadkan kale ah maamulada kale koonfureed iyo SSC Khatumo markay noqoto xaqiiqatan SSC Khatumo anay waxay ila tahay muhiim gaar ah sababtoo ah maamul maanta aan shuruuc qaada horumar badan ka jiro nidaam fiican ka jiro quruxda leh hadda koonfurta kama jiro madaxweynaha jamhuuriyaddu madaxweyne war Xasan Sheekh Maxamed baa intuu Jowhar tagay baa magaalada uu gudaha u geli waayay xaalad amni awgeed maanta hadda waa arkaysaan amniga SSC Khatumo iyo Puntland labadaba ka jira Adeer Nasir baan soo dhaweynaya kadib waa isku soo xiranana waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Puntland first Puntland dhawaan waxa ka dhici doona shirka Puntland Investment Forum oo hadda socda qaban qaabadeeda sidoo kale golayaashii deegaanka ee saddexda degmo ayaga laftirkooda waxyaabihii waxay ahayd conditions-kii saamaxay dhammaantood waa dhawaa waxay ahayd waa dowladu waa dhameysay
إن دتك كريه وقت جلوس ودتشيو كريه حرصاً مشاريع ذي أرما هرمارنتا ديجانا دنو هرايبه وصعدان الحمد لله ديجانا دبطلان آد بهذا وكلوني الله قبوتشيو روابح وجن بجوجي والله فيليا إن شاء الله مركا وين سود وين يا الناصر سود. السلام عليكم عبد الله وابو سلامي احمد قيل شريع الهام فايز دمانتين وايدين سلامي الراديو كل الراديو كل مس هذا ايدي سلامي دمانتين موضوعيه ذا قروح ذا بضن هذا ايامهان كا كودان اما كسو تشيدين ايسان سوشال ميديا اد اي اد برنامشي اللوغو باهنا ويوحان ادنكو برارو جين ايا اناد سي ودان كردسان مالهم والبنا ده فيلينك مالهم اللي هو جو صبا لوجي لا يا فيلينك ملك الكتشي شام مالهم والبا إن وحلا سو كوبي كرماه بنت لانيو ما تهر كي مريسو إن موضوع عن كل صعدة طبعا وح بدنا إذا كلام السعنين لكن خاتم وحجر أيامها عن سوشيال ميديا هذا الله بدنا وكسو ييري والربعين اللي سكوا في غير بنت لانيو خاتمه وعدد إيه لا لكن ده تكو حيسنا قوانين نينكا een Puntland joogina sool isanaag laga lahayn ee ninka ee harti ee meel walba joogay in dhul baxanta cid ka xigin lagana sheegan karin lagana lahayn ee laakiin waxa jira marka waxa lagu kala adkaaday arimihii military ee walla isfarasaray walla kala cala faqaday ee nin walba italkiisa waa tijaabiyay walla is arkay ee marka وحياب بدن وحاليسة أي دتك بدن دريم من جبوتي هرجيسة مقدسة لقى دريم أو محيطه وح أنك صار نورانية وأيوه أيوه أركان وش قبيل أو يو شيء يندارات إن مركا حلك الشيء هذا لقى للربعين للسماي ومحي وحوي دتك أنا مرة دي أي كم بدوبين دير هل بديرين ن ن ن ن جيستين واحد ضتك بضم كنحي أو شيء كوين مجاملات فر بضم الشارعية ذا اللي قش يجرينا أي كسر أفكارين وحكي صدق ساعة حضنا يوم وغدنا وود كلي الصومالي وجرت وحالي روين لك لفر فر مرك سياسة أهان مرتي ملتري أهان أمي دوبين يمردم بسياسة أهان أمي دوبين وحلو قول ده رئيس ملتري قال ربعين لقى لو أبوره saldi kala loogu sameeyo oo ah in la iskaga horkeen hab siyaasad in loo kala furfuro si aysan magaceen codkooda iyo cududoodaba aan loo midayn taas waa hadda tan socota barnaamijkaas dhinacyo badan baa ka qayb qaadanaya ujeedadooduna ay fidma abuur marka haliga digtoonaadaan idin leeyahay dhammaantiin inta meesha ku jirta sheekada Soomaaliya oo dhan iyo gobolada Puntland CC oo dadku laga soo waxaa laga soo wariyay waxa jira iyo sida loogu baahan yahay looga hortago koow waxyaabaha la soo qaatay waxaa ka mid ah ciidan Puntland ka baxay SSC nacam ciidan Puntland ayaa ka baxay SSC hawshii loo diray way soo guteen ciidan kun markii asla meelka baxayaan ka soo baxayaan cidda markaas meesha maamusha leh xaqa ay ku baxayaan iyo goorta ay baxayaan iyo sifada iyo marka laga maarmay ayagaa leh SST bay ahayd cidda yeelatay taas ciidamada horey u baxeen gadaal bay u baxeen ilaa iyo meesha la yiraahdo galkacyo ciidanka ugu dambeeya soo aaday reer muduga ahaa marka waxba halkaa dadku ka xulaya سؤالها بدون حالي راه هذا يك من باب الشيطان الباب كالشيطان كيف فرام مركة ماش اللي راه ذو هالكاس عرتو قبحية حنصور نقول يا بنتلان يهر مركة طبعا هذا الدولة وحي كل واغضي برنامج قرشة وقد الله ساري وأح كبعنت بقالها بنتلان annaga qurbo joog ahaan matal waxa loo baahan yahay dadka gobolka degan waxa loo baahan yahay in la sameeyo saddex shay in si dadka gacantooda iyo jeebkoodaba loo mideeyo waa in la sameeyo jamciyooyinka tacaawiniga ama waxaan la yiraahdaa iskaashatooyinka cooperation
beeraha kale kalluumaysiga xoolaha la ballaariyo dawladdu ay abuurto barnaamij saasa la dejiyo sharci dejinteedii la dejiyo guddiyadii loo sameeyo bangiyadii waxaan qaban lahaa lacagaha u maareyn lahaa loo sameeyo waxaasoo dhan loo sameeyo si dalka loogu dadka loogu soo gado qalabkii ay wax ku shaqayn lahaa hadday noqoto kalluumaysi hadday noqoto beeraha iyo xoolaba iyo waraaqa u sameyn lahaa in loo soo diyaariyo la hawlgeliyo dadkana.